نرشبها معناتها من ديسمبر، وهو في الإيقاف. أنا سيكون تعرف القضية نتاعو، تبعناها بكل تفاصيلها، قضية وقع إيقافه بتهمة استهلاك المخدرات، وقع الترويج على أساس أنه مروج، ثم المحكمة حكمت بصراحه خرج. من بعد يصير فما حديث حول تبديل عينات، تزوير عينات إلى غير ذلك، ويرجع من جديد إلى الإيقاف. وتوا تقريبا عنده 6 أشهر إيقاف دون محاكمة أو دليل إدانة، وحاكم التحقيق استدعاه ويأخذ قرار بتمديد الإيقاف 6 أشهر أخرين على ذمة التحقيق. وهكا تقريبا باش نحكيه على أكثر من سنة نورشيبة في الإيقاف. معنا بلال التازني محامي نورشيبة، أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ. مرحبا بهادي، مرحبا بموزايكا فام. به لخصت القضيه نتاع نورشيبه بايجاز. لخصت الوقع، اما انت هادي نحب نعطيك انا بعض النقاط القانونيه بعد تو نتعداو للكونكلوجن، خاطر نحن فما قرار تعقيبي يقول لك لدور المحكمه لا تقتصر على التحقيق في ادله الادانه فقط، بل بالاضافه الى ذلك ملزمه باستقراء كل ادله الداله على البراءه، وذلك لتحقيق العدل والانصاف. يعني المحكمة لازمها توازن بين أدلة الإدانة والبراءة، وحتى شيء ما يمنع من إبقاء المنوب في حالة سراح إلى حين اتخاذ قرار في الجريمة متاع نفس الإحالة. نرجع زيادة للدستور، يقول لك مبدأ مرابط براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، ده الفصل 12 والدستور الجديد متاع رئيسنا قيس سعيد، فصل 150 مجلة الجرائم الجزائية، يقول لك يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات إن لم تقم حجة فانه يحكم بترك سبيل المتهم. دونك اليوم المطلب مازال معناها نحن انا باش نرجع لك البرشا مراجع معناها فصل. لا معاك معاك بلال، اما اليوم من غير مراجع احنا متفقين الناس الكل في حاجه انه نحن هيجي راهو قاضي التحقيق الذي قضيه التحقيق التي كلفت بالمهمه قامت بجميع الاختبارات والاستقراءات، جابت جماعة تسمي كل عملة كومباراتيف مع العينة اللي تم تغييرها، جابت شافت البصمات، شافت الخط اللي على الدبابز، شافت منعر الشينة، قريب تعمل تحليل دم للناس الكل، ما فما حتى دليل يثبت كونه نورشيبة أمفليكي في تغيير العينات. نجم تكون خطأ مادي، راهو في البلاصة هذيك تسمي يجيو آلاف العباد كل يوم يعملوا تحاليل، يعني تنجم تكون دبوزة في بلاصة دبوزة، اون ايغور دو تيكتاج، ما فما حتى دليل حتى قليل يثبت إدانة نور اللي راهو زادة. نرجع ونقول لك راهو محال بصفة مشارك، يعني فاعل أصلي ما فماش، ونحن المشارك نحطوه في الحبس بدون أي دليل. نمشي والقاضي التحقيق، أنا هذي نحس فما تنكيل بنور شيبة بصفته نور شيبة في إطار حملة كبيرة زعم أهانا نحاربه في الفساد، وكونه العبيد المعروفين ما همش فوق القانون، فما تنكيل بنور شيبة. انا هادي راهو نورمال مو العبد ما يتحق الايقاف والايداع هي حاله استثنائيه، المبدا في الانسان هو الحرية، كونه يقعد في حاله حريه، خلافا خليه في حاله حريه. انت خليت في حقه اجراء نتاع منع سفر، انسان معروف ما ينجمش ماشي يتخبى ولا باش يبدل وجهه. هل فعلا بربي لهناس بلال، خلي بالنسبه للناس قاعدين يسمعوا فينا، هل فعلا لانه انا نقرا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي قالوا انه نورشيبة وقت اللي خرج حاول الفرار الى الجزائر، هل فعلا هذه المعلومه صحيحه؟ لا حاول ولا ما حاول، وقت اللي خذ عدم سماع دعوه ابتدائيا، هو حب مش للجزائر لا شيء، كان يحب يعمل فتره نقاها في فرنسا بيسكو عنده طبيب في فرنسا أكثر منه ولا أقل منه ولا، وقتها ما كان موضوع حتى إجراء قانوني. يعني كما أنت خليت عدم سماع دعوة ابتدائيا، فما استئناف نيابة ولا ما فماش حتى بطاقة قضائية ضدك، عندك الحق تسافر، المبدأ في الإنسان حرية التنقل. واضح، اقتضى التوضيح لأنه راجت أخباره واقتضى التوضيح لابد من يا ريت الملف هذايا هيجي لازم واحد يفرق بين الغص والسمين، خاطر الإشاعات اللي دارت به أكثر من صحيح. لو أنت هيجي عابد حللت الدبابز، حللت الخط، جبت العباد اللي يخدموا في السامي كل، عملت كومباراتيف ما لقيت حتى كوريسبوندونس، جبت جماعة الحارس، جبت الناس كل سمعتهم، توا الناس كل يقعدوا في حالة صراح. علاش قاضي التحقيق حسب رأيك خذا قرار بتمديد الإيقاف 6 أشهر أخرين؟ علاش؟ إذا اليوم الاختبارات الكل تعاملت، وإذا كان اليوم أنا نحس فما تنكيل بالمنوب، خاطر نحن حتى كي نتصلوا بقاضي التحقيق نقولوا لها شنو هي بالموجب، ما هو علاش التمديد يصير؟ مثلا فما اختبارات كور تقول كنا نستنى في الريزلتا، لو فما بصمات نستنى في الريزلتا، نحن كنا نتصلوا بها ما فما شيء. شو معناتها ما فما شيء؟
ما فما شيء. انا قررت باش معلل باش معلل القرار نتاع التمييز. هي باش تعلن في القانون ما هي مع الي با اوبليجي باش تعلن. الاجابه الوحيده اللي قاعده تشوفها هاني قريب نختم هاني قريب نسكر الموضوع وما لم يغلق الملف ونور يعاني في حاله نفسيه نحن حملناها حتى مسؤوليه سلامته الجسديه خاطر تفل في حاله رشه. يعني انا ما فهمتش التنكيل هذي الكل خاطر اسمه نور شيبة كان جاء اسمه محمد صالح بن علي روى عنده 3 اشهر اما خاطر اسمه نور شيبة لازم نعملوا له هكايا وكيل سوا بيرسيكوتي ونحن المحامين حتى كي نحبوا على المعلومه ولا اكسي تقول علينا داخلين في ملف ارهابي. انا نحن حتى باتصال مع نقيب الفنانين ماهر الهمامي سي ماهر الهمامي وبلجنة الدفاع لسي زعفراني وسي طارق حسين وغيرهم المحامين الأبدات نحن تقررنا حتى باش نتصلوا برئاسة الجمهورية خاطر اللي قاعد يصير توا هو تنكيل بالمنوب وديفياسيون كبيرة بالإجراءات الجزائية. بربي باش نسألك عنا نحن هذه احتجاج بدون وجه قانوني. أنا نعرف قاضي تحقيق يمدد إذا كان عنده إجراءات ولا استقراءات ما فما حتى شيء يا أخوي اختم وحيله للمحكمة حيله للقضاء الجلد خليه يحكم به. كان هو عامل حاجة خليه يتحكم كانوا معامل شيء ما فما زي يقول لك أنا عندي مثلا نعمل في أبحاثي ونعمل في مازلت أبحاثي ما اختمتهاش ومازلت أبحاثي ما عملتهاش ومازلت ما كملتهاش. أنا كمحامي إجا فسرت حاجة نحن كمحامين في حق الدفاع نتاعنا أكسي لكل المؤيدات اللي في الملف لكل حاجة موجودة في الملف كوسوسوا تسخير كوسوسوا حاجة نحن في حقنا في الدفاع على منوبنا اندوا افوغ اكسي نحن كي نمشي وما فهم حتى شيء التسخير اللي خلقها ربي كل هذه تعمل قل لي بربي على البصمات في القضية في قضية تغيير العينات ايه. نور شيبة فقط هو اللي في السجن حاليا ولا ليه ولا معها شكون اخر في قضية تغيير العينات؟ تغيير العينات هي يقول لك استغلال موظف عمومي لصفته باش غير عينات في تثبت بها الجرائم. يعني نور هو صحيح سي لو بينيفيسير نتاع لا فوت مي مشارك مشارك يعني الفعل الاصلي اللي هما حسب مخه هي واحد من الاعوان ولا مستعمل ولا غيره الكل هو في حال صراح يا بحثو والكل تكافحوا مع نور شيبة ونور شيبة اللي هو وقتها كانت حاله ايقاف معناها لا عنده لا باش يبدل لا ما يبدلش خاطر نور شيبة كي مشى لفرقه الحرس تم ايقافه مباشره وتم حمله مكبل اليدين لبلاصه خذاه من عنده بريليفمون. يعني هو ما ينجمش يكون هو فعل ما ينجمش يكون هو اللي يبدل ولا ما بدلش. واضح. قل لي بالنسبه لليوم للوضعيه النفسيه نتاع نور شيبة طيبه برشا وانا احنا خايفين عليه معناها خايفين عليه برشا معناها على سلامته الجسديه جمله واحده معناتها مش متقبل اللي قاعد يصير و مش متقبل خاطر هيدي خاطر ما تعرف في السجن حتى العباد تحكي مع بعضها الاجراءات اللي قاعده تصير في دوسي نور شيبة اجراءات غير عاديه. به وبربي في قضيه تغيير العينات لو ثبتت تهمه مثلا معناتها قديش العقوبه نتاعها؟ نحن مش ثبتت التهمه هو اصلا علاش انا نقول في المشاركه معناتها هل هي بسنه سجنا معناتها يخرج بعد شويه وكهو معناتها هذه الكل سنه سجن هاو باش يعملهم سنة هاو في ديسمبر باش يعملهم سنة معناتها هادي نحن اللي لومه اللي ما فماش حاجة جديدة تفيد البقاء في حالة إيقاف ريت كان جا فما مثلا تسخير معناتها من ديسمبر لديسمبر يعمل سنة نمشيو للتحقيق على السلامة يا رئيس وين وصلنا هاني نستنى وقتاش باش هاو قريب عندك تسخير جديدة فما حاجة معطى جديد ما فماش أنا نستنى إيه معناتها احنا اليوم نتكافحوا كل شيء على مازالوا شهرين معناتها مش نتكافحوا مع حقوق هذه لا نهار في السجن انت ما عندك معاك 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 معناتها اذا كان ما تنساش اللي بعد التحقيق معناها التحقيق سيت اون فاز بريليمينير معناها من بعديك باش تحل الدائره وحتى تتعين له جلسه وفي الجلسه حتى وقتها باش نحن نترافعوا ونسكتوا اللي هو ما فما حتى شيء. يعني علاش التنكيل انت بالشخص جوست خاطر صيفته معناها انت فنان توا والا عبد معروف معناها سي ولا ظرف تجديد في تونس اي معناتها انا مانيش فاهم اذا كان هي القضيه الريسك فيها عام علاش 6 اشهر موقف و 6 اشهر زايدين معناتها العام خلطنا له معناتها تعاقب الايقاف تعاقب الايقاف بدون لا حكم لا مجلس لا جلسه لا لقاضي التحقيق عاده مش عاده بالنص القانوني يقول لك يوازن بين ادله البراءه وادله الادانه ما تحسش نورمالمون راه فهمت ولا لا راه قاضي التحقيق راه سي ان اربيتر بين المحامي وبين النيابه يعني النيابه هي اللي تعطي الإدانة ونحن ندافعوا والقاضي التحقيق يوازن بين الأدلة وإذا كان ما فماش لا خوف منه ولا عليه
في محل ورشيبة اللي هو فيه منع سفر ومعروف، وتنجم حتى فما كلي بغسل الكترونيك تحطه في تيق، ولا فما 500 إجراء، فما إجراءات عديدة، تعرف اللي حالته الصحية يتعاطى في برشة دوية، وأموره النفسية تعبة برشة، معناها حتى من أمور إنسانية اختانا نحطه على جنب مجلة الإجراءات أن يعطيهم لك الفصول الكل والالتزامات والعقود والقانون اللي قريناه الكل. انت حتى من منطلق انساني تعرف اللي الانسان ولت عليه ستانغيس اللي هو قاعد في البريزون، نورمالمون انت من منطلق انساني تلقى حل، تلقى حلول بديله. مش فايده نعبيو السجون، مش فايده نعبيو السجون زاده كيف معناتها، خاصه ما عندك حتى دليل. كان جاي عندك دليل دامغ تقول ها اخويا به العينه تبدلت، شكون قال ما تبدلش طغيغ؟ فما عندك ما يفيد كونه فما فاعل جاي بدل لي تيكتا جات لكل فرد خط فما تعرف يا هادي كي تطلع على الملف. انا معناها 17 سنه خدمه ما ديتش ملف كيما هكا واضح. نحب نشكرك برشا بليل تازي، الاستاذ بليل تازي محامي نور شيبه. ان شاء الله يا ربي في الايام القليله القادمه نسمع اخبار او تمديد. هادي نحن تو في بيننا زعما بعد لا يجوز معناتها التمديد التمديد شنو التمديد معناتها ما تنجمش من بعد تقول ها شهر وكل شيء معناتها التمديد 6 شهور اذا نستنيهم اذا نكملوهم 6 شهور معناتها انا الحقيقه مانيش راه في نهايه المسلسل معناتها مش قاعد نشوف فيه معناها عابد جاب وزاد مدة 6 شهور اخرين معناها انا مانيش راه في حرص معناها راه اسمعني فما مثال شادي واسع بالك معايا شويه خاطر عندي تليفون اخر الزمن القضائي مش فقط الزمن القضائي راه توا هما حتى القضاة الزمن القضائي معناها لازم العابد كونت الى دوا باش القضيه نتاعو تتوصل في وقت معقول ما تنجمش قضيتك تقعد بالشهره بالشهره هما فما حتى واضح الزمن القضائي لهنا الى ايتي بفوي واضح. نشكرك برشا. يعملوا في السيمينار على الزمن القضائي ولا بد من فصل القضايا في زمن معقول، وين الزمن المعقول؟ نشكرك برشا بليل تازني، شكرا جزيلا لك استاذ، ان شاء الله يا ربي نسمع اخبار باهيه على نور شيبه.